برعاية نيافة المطران ماكار أشكريان رئيس طائفة الأرمن الأرثوذكس لأبرشية حلب وتوابعها، افتتح المهرجان الخيري للتسوق والألعاب في كنيسة القديسة مريم العذراء للأرمن الأرثوذكس في شارع الفيلات بحلب. المهرجان يضم أشغال يدوية وغذائية وأكسسوارات وشموع وألبسة، ويستمر لثلاثة أيام عبر 27 مشارك من أصحاب المشاريع الصغيرة. كل سنة مثل هالوقت ننظم هذه المعارض ريعا للطلاب المحتاجين لسنوات الدار التربية الخاصة. ونحن هالسنة عندنا 27 مشتركين ومشتركات بالأشغال اليدوية وحلويات، ونحن منشجعهم ومتمنى لهم النجاح والتوفيق. عملنا مشاركة كتير حلوة لندعم المرأة السورية، لحتى تكون انه نجتمع كلياتنا بمناسبة رأس سنة مشان نرسم الفرحة بوجوه الأولاد ونعطيهم شوية أمل حتى يكون سوريا يعني بخير. يعني دوما بهي معارض نعطي أسعار هيك حلوة وتشجيعية للعالم، مشان العالم بقدوم رأس السنة العالم يتشجع ويتسوى ويشوف انه برغم كل صعوبة الحياة نحن لسه صامدين وبنشتغل وبنقدم اي شيء للمجتمع. المهرجان الذي يضم معرضا للمشغولات اليدوية والإبداعية وفعاليات متنوعة للأطفال رغم كل الصعوبات المعيشية والاقتصادية، يستمر الأهالي بشراء الزينة لاستقبال عيد الميلاد بأمل مجيد ومستقبل أجمل. وبهالبلد وبسوريا كرمال نورجي للعالم للعايشين برا انه نحن دايما موجودين، لو شو ما صار لو شو ما صار ببلدنا نحن موجودين، فينا نقاوم فينا نعمل كل شيء. عن جد بتشكر للكل ودعمهم لالنا، تشكر كل اللي ساهم بهالمعرض بهالاوضاع الصعبة، بس نحن بنقول بعدنا قلبنا بينبض عمل، قلبنا بينبض أمل، وإن شاء الله كل عام والبلد بخير. سبب مشاركتي أنه عندي هذا الموهبة وحبيت يعني أفرجيها للعالم، وميري كريسمس للكل. كل عام أنتم بخير، إن شاء الله تكونوا بالصحة سلامة. حضر الافتتاح القنصل الأرميني في حلب ونائب المطران وممثلو اللجان في جمعية دار التربية والثقافة وحشد من الأهالي. أحمد صادق، الإخبارية السورية،